عباد الله، معدلات الزنا في ارتفاع. لماذا ارتفع الزنا؟ إثارة الغرائز في كل مكان، في البيوت شاشات وقنوات، كيف لا يتأثر البنين والبنات بمثل هذا؟ نساء كاسيات عاريات في كل الطرقات، ثم والأطم والأعظم عطل الزواج. فتارة يقول الأب ابنتي صغيرة، والله الذي لا إله إلا هو، التي ضبطن في الخلوات أعمارهن في 15 و16، أي صغيرات؟ والله لو تكلمت الصغيرة وما ردها إلا الحياء لقالت لأبيها أن أمنيتها رجل صالح وبيت صغير. اتصلت إحدى فتياتنا على أحد مشايخنا قائلة انصحوا أبي يرد الخطاب عني، وأنا والله في خطر عظيم. من الأعذار الواهية أريدها أن تكمل التعليم، وهل التعليم أهم من الزواج؟ ما المانع أنها تتزوج وتكمل تعليمها؟ تقول إحداهن بلغت 30 ولا زال الخطاب يتقدمون وهو يردهم عني، حتى بلغت 40 من العمر فجاءته الساعة، ساعات الاحتضار. تذكر الأب ذلك الظلم الذي أوقعه على تلك الفتاة، فأخذ يعتذر إليها في آخر اللحظات. قالت والله لن أسامحك، طويحباتي أمهات وجدات وأنا بين الجدران الأربعة، والله لن أدعو لك ولن أستغفر لك، فسأخاصمك أمام الله، حرمتني حقا من حقوقي. ثم من أعظم الأسباب الجاهلية، هذا لا يزوج فلان وهذا لا يقبل فلان، هذه الجاهلية بأم عينها. اتصلت علي إحداهن طالبة في أول سنوات الكلية تقول نحن في خطر، الإباحية في كل مكان، نريد أن نعب أنفسنا بالزواج، ادعوا لي يا شيخ. اتصلت علي بعد حين باكية قائلة تقدم لي حافظ للقرآن ذو خلق وأدب عظيم، رده أبي قائلا أنا من قبيلة كذا وكذا وأنا لا أعطي هذا، بل قال لها اقطع الأحلام، والله لا أزوجنك إلى قاطع طريق ولا أزوجك لحافظ القرآن. أفحكم الجاهلية يبغون؟ الناس عند الله سواسية، فلماذا نرد فلان ونرد فلان؟ يتقدم الشاب اليوم فلا يسأل عن خلقه ولا يسأل عن دينه، يقال له ابن من وما هي وظيفتك، ووضعنا الدين في آخر الدرجات. من الأسباب التي عطلت الزواج غلاء المهور، آلاف مؤلفة ما أنزل الله بها من سلطان، الفتن تطاردهم في كل مكان، ثم توضع هذه العقبات وهذه العراقيل. من أين للشباب بمئات الآلاف من الريالات؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبركهم أيسرهن مؤونة؟ من أين للشباب بمئات الآلاف من الريالات؟ يسرقون أم يلجؤون إلى الزنا؟ الكل يتحمل المسؤولية، الحلال بمئات الآلاف من الريالات والحرام بأيسر الأموال، الحرام بعشرة ريالات. اتقوا الله عباد الله، أعينوا الشباب، ساعدوا الشباب، احفظوا الفتيات، الزنا في كل مكان، أولاد السفاح في كل مكان، في المزابل والقمامات. اتقوا الله عباد الله، يسروا ولا تعسروا، يسروا أمور الزواج، احفظوا المجتمع من الفواحش والمنكرات. اللهم من يسر على معسر فيسر عليه، ومن عسر عليه فرده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ نساءنا وأطفالنا، من لم يستطع الزواج فعليه بالصيام، فإن الصيام له وجاء. اللهم وسع على شباب المسلمين يا رب العالمين، اللهم حصن فروجهم وغض أبصارهم وثبتهم على الطاعة يا رب العالمين.